قناة الجزيرة لم تصدر تقرير واحد عن الثورة في إيران مؤخرا، ولم تصدر تقرير واحد يدين التصرفات وعدم احترام الجيرة، ولم تتكلم عن مريض إيراني واحد أو سيطرة الحرس الثوري على القرار أو العمليات الإرهابية التي يقودها حزب الله. كل هذا والصغير الذي يوجه الجزيرة لا يرى أو هو مرغم على الصمت، لكن تأتي الجزيرة وتجعل رجل قاوم الشرطة شهيد ومريض كورونا واحد هو انهيار المنظومة الصحية، وخرير أنبوب هو فيضان، وتشقق شارع هو زلزال. الضالين مفكرين، والدواعش والإخوانشية شيوخ دين، كل هذا كرها وبغضا ومرض يعيشون في هذه الجزيرة نست هويتها العربية، أصبحت ترطن الفارسية وتتحدث العثمانية. ونصيحة، كل هذا يتم تسجيله في دفتر الحسابات، وسوف يتم دفع ثمنه، والثمن غالي والحساب أسير.